الحلو مغشوش، زبدة مغشوشة، حليب مغشوش. عن جد ما كنت عرفانة إنه الكل رح يمرض بسبب الحلو اللي طعمتكن إياه. هي هي نتيجة الغش. قلي لي كيف حاسة هلأ؟ طمنيني، أنت عم يجعك شي؟ مو حاسة إنه بدك تستفرغي؟ لا بصراحة صرت أحسن، أنت لا تشغلي بالك. شو هالقصة هي؟ انتزع كل شي عملته. الخلطة اللي عملتها ما أثرت على فيبور ولا أثرت على ريتي حتى. لك حتى برابا ما عمل معها شي بالمرة، شو عم يصير؟ بيلا سمعته تعبان كتير، الظاهر أكل رعبة أو هذا كله من وراء أكل السوق. طولي بالك كسالي، يا جسمي معنه ضعيف لهالدرجة. هذا كله من وراء أكل السوق، أنا بعرف. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.